بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي إن شاء الله المرة الثامنة نكمل السلسلة بتاعتنا How to write a scientific paper. كنا اتكلمنا قبل كده عن الـ idea of research، وبعد كده الـ title page، دخلنا بعد كده على الـ abstract، الـ introduction، method section، results، عملناها على مرتين. وآخر مرة كنا عملنا مثال لـ critical appraisal أو لتحكيم ورقة بحثية أو بحث يعني في مجلة، وكان مثال يعني من أبحاث المنشورة عن الكوفيد-19. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الديسكشن. طيب النهاردة هنتكلم على الديسكشن. زي ما احنا شايفين، ايه بقى الترتيب العام، ازاي نرتب الديسكشن سيكشن؟ إذا كان الـ Results Section بيتكلم على الـ Collected Data، بيتكلم على الـ Analysis للـ Data دي، فباختصار كده الـ Discussion Section هو مجرد Explanation لكل النتائج دي. كل النتائج اللي وصلنا لها بنعمل لها Explanation في الـ Discussion Section. طيب إزاي نرتبه؟ في Introduction زي الـ Introduction بتاع الـ Manuscript كلها، ولكن الـ Introduction هنا حاجة بسيطة، باراجراف واحد، ممكن مجرد مدخل لأهمية البيبر الحالية. بعد كده نعمل ديسكشن للريزلتس. احنا مش بنعيد الريزلت سيكشن، لكن بنعمل بقى بنعرض أهم النتائج اللي وصلنا لها من دون تفاصيل، مجرد الاتجاه العام للنتائج، لقينا كذا كذا أحسن، لقينا كذا كذا أوحش، وهكذا. وبعد كده نقارن النتائج دي بما سبق. هنتكلم عن كل نقطة من دول بالتفصيل. ايه الفوائد البحث الحالي؟ advantages، new findings، ايه اللي لقيناه جديد؟ ايه مصادر القوة في البحث الحالي؟ limitations، الحاجات اللي ما عملناهاش كويس او الحاجات اللي المفروض تتعمل في اي بحث قادم. ازاي نطبق النتائج بتاعتنا ونستفيد بيها؟ clinical applications، وايه التوصيات بتاعتنا، recommendations، سواء في تطبيق هذه النتائج او حتى للابحاث القادمة. يبقى كده ده الترتيب العام للديسكشن سيكشن. نبدا باول نقطه، الديسكشن او في الديسكشن يعني اللي هي الانترودكشن. عايزين نبين ايه اهميه الدراسه الحاليه، تختلف ايه عن الدراسات اللي قبل كده، ايه اللي اضفناه. Explain why and how your study differs. بعد كده يعني تلخص اهم حاجات مرتبطه بالدراسه الحاليه in one or two paragraphs. وازاي النتائج اللي انت وصلت لها في الدراسه الحاليه بتدعم النظريه بتاعتك في البحث اللي اتكلمنا عنها قبل كده في الانترودكشن سيكشن. يبقى دي المدخل العام للديسكشن، تخلي القارئ وهو بيقرا بقى، اي حد بيقرا البحث، اول باراجراف ده او اتنين بيخليه يدرك أهمية البحث الحالي. بعد ما اتكلمنا على الـ key findings، أهم حاجة في الـ results المرتبطة شخصياً أو مرتبطة مباشرة بالـ aim of the study، نبدأ بقى نتكلم على الـ results كلها. طبعاً زي ما قلنا إحنا مش بنعيد الـ results section، لا. هنا هنناقش كل نقطة في الـ results، نقارنها بالدراسات السابقة، نحط explanation سواء في الاختلاف أو في التشابه. يبقى explain your interpretation of results and give possible mechanism، ليه سواء لو اختلفت ليه، طيب حط تفسيرات للاختلاف، لو تشابهت علشان كذا وكذا وكذا. لازم تقارن أو تتعلق على كل النتائج بتاعتك، ما تسيبش حاجات غامضة مش مفهومة ليه، خاصة زي ما قلنا النتائج الرئيسية في البحث دي اللي هتفصل فيها أكتر وتدي لها مساحة أكبر. برضو زي ما اتكلمنا قبل كده في الـ Result Section، اللي هو في نتائج ممكن تبقى statistically significant بس يعني ملهاش clinical application أو clinically non-significant، يعني الفرق ضعيف جداً رغم ان هو الاحصاء قالت اللي هو significant، لكن كلينيكالي الفرق ضعيف جدا مش هيفرق معانا كلينيكالي.
فلازم تبين الكلام ده الديفرنس ده ما بين كلينيكال سيجنيفيكانس و ستاتستيكال سيجنيفيكانس. وده موجود يعني شرحه بالتفصيل زي ما قلنا في قبل كده في الريزلتس سيكشن. يبقى discuss statistical significance if not equivalent to if not equivalent to clinical importance. بعد ما نتكلم على الريزلتس بتاعتك وتقارنها بكل البريفيوس ليتريتشر وتحط الاكسبلينيشن او التفسيرات المناسبه، ننتقل بقى لنقطه ثانيه. ايه بقى فوائد الدراسه الحاليه اللي انت اضفته؟ لازم تحط الكلام ده تبروزه، لان دي من اهم العوامل اللي بتتسبب في قبول البحث ونشره. New findings, advantages، كل الكلام ده. What your study adds to knowledge base. احنا قلنا زي من الاول خالص الـ idea of research مبنية انت ايه الـ gap of knowledge واللي انت عايز تسدها وعايز تملاها بـ facts جديدة، حقائق جديدة من الدراسة الحالية. هل انت هتأثر على الـ patient care؟ طبعا لو بنتكلم بقى من وجهة نظر الأبحاث الطبية يعني. هل في أجهزة جديدة ليها فوائد جديدة في النتائج؟ أو حاجة هتستخدمها في التشخيص، هتفيد في التشخيص جامد، New Diagnostics. أنت بقى هتقول كل الابليكيشن أو الفوائد بتاعتك من خلال الدراسة اللي أنت عملتها. بعد كده هتكلم بقى على مصادر القوة ومصادر الضعف في الدراسة الحالية. وزي ما قلنا دايما كل الكلام ده بتعرضه زي ما هو من غير ما تضخم في مصادر القوة أو تقلل من حجم الليميتيشنز. هل مثلا السامبل سايز ادكويت سمول، الفولو اب شورت اور ادكويت، هل الديزاين بتاعك كويس راندمايز كنترول ترايل ولا مفيش راندمايزيشن اصلا او مفيش كنترول جروب اصلا او ريتروسبكتيف ولا بروسبكتيف هكذا. هل جراح واحد اللي كان موجود فكل النتائج مش هتبقى مختلفة لأنها من جراح واحد، ولا في جراحين كتير شاركوا في الدراسة وبالتالي ممكن تختلف النتائج باختلاف خبراتهم المختلفة وكفاءتهم؟ وما يبقاش كده الاختلاف عشان التكنيك بس، لا، عشان الجراح اللي شارك في عمل العملية. هل مثلا كذا مركز شارك في الدراسة دي وكل بقى مركز بيبقى ليه بروتوكول مختلف فيأثر على النتائج؟ هل في حاجات ناقصة في النتائج؟ يعني مثلا لو بنعمل دراسة عن استخراج حصوات مثلا حصوات الكلى لكن ما حللناش الحصوات دي، الحصوات مثلا نوعها بيفرق في مثلا في نتائج الموجات التصادمية، فده ممكن يبقى ليميتيشن، مفيش ستون أناليسيس. مع كل الليميتيشن بتذكرها بتقول الاكسبلينيشن بتاعك ازاي انت ايه اللي عملته علشان تقلل من تاثير الليميتيشن ده على الريزلتس بتاعتك. مثلا لو كذا سيرجن لكن الجراحين كانوا من بنفس الخبره فتغالبا نتائجهم واحده. هل عملت ماتشد اناليسيس لو كان مثلا ريتروسبكتيف ستادي وكان في اختلاف واضح في البري اوبريتيف داتا فعملت ماتشنج، يعني خليت اخترت عيانين من يبقوا متقاربين في السن مثلا في نسبه الذكور للاناث في عوامل معينه في تهم المرض اللي احنا بنعمل له دراسه او المشكله اللي احنا بنعمل لها دراسه، هنعمل مثلا ريجريشن اناليسيس عشان نقلل من تاثير الحاجات دي على النتائج. بعد كده حط برضو الريكومنديشنز بتاعتك، ازاي الليميتيشنز دي كان بي افويدد ان فيوتشر ستاديز، ازاي ما نكررهاش. برضو ممكن تقول بقى انت الدراسه الحاليه ممكن توصل لنتائج محدده وممكن تفضل في نقاط غامضه محتاجه دراسات جديده لسه فيها كونتروفيرسي، فالدراسات الجديده دي تحل المشكله دي فتحط توجه نظر القارئ للمشاكل دي. وبعد كده ازاي بقى تبين ازاي ان الدراسه الحاليه هتاثر على الكلينيكال براكتس وتحط الريكومنديشنز بتاعتك. طيب
في حاجات عامة لازم نلتزم بيها خلال كلامنا كله في الديسكشن سيكشن، سواء بنتكلم على النتائج بتاعتنا أو على كل الأبحاث السابقة. طبعا الكلام عن الأبحاث السابقة بيتطلب awareness of previous publications on the same subject، زي ما قلنا إحنا في بداية البحث خالص أما اتكلمنا عن الـ idea of research، وقلنا إن لازم ده بيتطلب نعمل review of literature ونبقى مدركين لكل النقاط المتعلقة بنقطة البحث بتاعتنا. فنقدر لما يبقى فيه الأويرنس ده نقدر نصيغ الديسكشن سيكشن بطريقة كويسة. لازم واحنا بنتكلم على النقاط المختلفة في النتائج، النقطة الواحدة لازم نخلصها في مكان واحد، ما ينفعش نتكلم عنها وبعد كده نسيبها ونتكلم على حاجة تانية وبعد كده نرجع للنقطة الأولانية تاني، لا ما ينفعش، الحاجة الواحدة أو النقطة الواحدة نخلصها في مكان واحد. أهم حاجة لازم تبقى محايد، تبقى بتعرض الحقيقة كما هي، الحقائق تعرضها زي ما هي، ما تبقاش ميال لنتيجة معينة طول الوقت. أنت مثلا عايز تثبت حاجة في البيبر بتاعتك فإيه تإكزاجيريت الريزلتس بطريقة معينة، لا لازم تعرض الحقائق بطريقة محايدة، ما تبقاش متحيز لنتائج معينة. الحقيقة نفسها هي اللي تبقى بقى ما تبان، تخلي القارئ هو اللي يتحيز ليه نتيجة معينة لما يقرأ الحقائق مع بعض. لازم ما تسيبش أي استادي مهمة وما تتكلمش عنها، لازم الحاجات المهمة تتكلم عنها، حاجات مثلا راندمايز كنترول ترايلز، استاديز فيها أعداد كبيرة، سيستماتيك ريفيوز أو ميتا أناليسيز، سواء كانت ضد النتائج بتاعتك أو مع النتائج بتاعتك، لازم تستعرضها لأن هي دي الأمانة العلمية بتاعتك في استعراض أو في عرض النتائج. وبعد كده بتعرض نتائجك وتقارنها، وبرضه في عرض نتائجك بتبقى أمين في عرض النتائج. مش أنت مثلا بتفترض نظرية في الانترودكشن زي ما اتكلمنا عنك قبل كده في الانترودكشن سيكشن، تفترض نظرية معينة فأنت عايز تثبتها بغض النظر عن النتائج اللي انت وصلت لها، فتنتقي في النتائج اللي تؤيد هذه النظريه وتسيب النتائج الثانيه، لا انت لازم تعرض نتائجك كلها سواء بتدعم او بتنفي النظريه بتاعتك في اول البحث. زي ما قلنا ما تعملش اكزاجيريشن، ما تديش الكلام اكتر من حقه، لا كل حاجه تعرضها زي ما هي without exaggeration. طيب زي ما قلنا برضو في السلايد اللي فات او اللي قبله، قلنا ما تعيدش النتائج، احنا في الديسكشن بنعرض اهم الحقائق في النتائج بتاعتنا مش بنعيد الريزلت سيكشن، يبقى شكله اكنه ريزلت سيكشن كتبناه من اول وجديد تاني، لا. وده على فكره بلاقيها كتير في وانا بعمل بير ريفيو لابحاث في مجلات كتيره، بنلاقي للاسف اللي بيكتب البحث او الكورسبوندنج اوثر يعني كتب بيعيد تاني الريزلت سيكشن زي ما هو في الديسكشن سيكشن، لا طبعا احنا مش عايزين نعيد اي حاجه. يبقى ده تاني دي السلوكيات العامه او ازاي نستعرض النتائج، ايه الحاجات اللي لازم نلتزم بيها. طيب هندي مثال هنا من بيبر منشوره فعلا في مجله في الكيو 2 في ويب اوف ساينس في مجال اليورولوجي. هنبين كده كذا نقطه اتكلمنا عليهم في الديسكشن، نبينهم بقى بمثال عملي. زي ما احنا شايفين هنا مثلا advantages of technique، ايه الفوائد او من البحث الحالي، او مثلا نقاط تانية هنتكلم فيها على تفسير ليه النتائج في الدراسة الحالية مختلفة عن الدراسات السابقة، وبرضو ازاي نلتزم بالحياد وبالعرض الحقائق كما هي بدون exaggeration، وازاي كل التعليقات بتاعتنا تبقى اوبجكتيف. مثلا هنا ده اختصار اكسترنال ترانس انستوموتيك نيفرو يوريترو ستنت، او الدعامه اللي بنستخدمها، الدعامه الخارجيه تدخل جوه على الكلى وتوصل للحالب علشان بعد عمليه تجميل حوض الكلى. هنا بقول الفوائد بتاعتها، مثلا الاصفر ده كله فوائد، didn't add significant time to التكنيك بتاعنا او العمليه بتاعتنا،
wasn't associated with bleeding, stent slippage, urinoma, leakage around the stent, or يبقى بتكلم بقول الفوائد بتاعتها ان هي ما كانش فيه ليها مضاعفات. ما عملتش مشاكل لينا. فايده تانيه برضو اللي هي مش غاليه، احنا بنعملها من القسطره العاديه، القسطره نيلتون عاديه خالص فمش غاليه. فعشان كده بنحافظ على ان التكنيك كله رخيص مش غالي. زائد ان التكنيك بتاعنا ده برضو بيقلل التكلفه بطريقه تانيه، اللي هو بيقلل البقاء في المستشفى. كل التكاليف دي فوائد للتكنيك ده. وفي نفس الوقت ما بنحتاجش، لقينا ان المضاعفات قليله وما بنحتاجش تاني نعمل عمليات لعلاج هذه المضاعفات، فما بنحتاجش ندخل العيان تاني للمستشفى عشان نعمل له عمليه تانيه. التكنيك بتاعنا ده كانت المضاعفات فيه اقل كتير قوي من اللي احنا راكب دعامه يعني خارجيه، من اللي احنا لو ما ركبناش دعامه في الجروب التانيه اللي بنقارن بيها. ده طبعا ادى فيها الى ان الليكج، يورينال ليكج، كان بنسبه عاليه جدا. طيب ده كله فوائد. نقطه ثانيه، اكسبلانيشن فور كارنت ريزلتس، ازاي هي بتختلف عن الدراسات السابقه. الدراسه دي مثلا كان من ضمن فوائدها انها مختصه بالاطفال اقل من 6 شهور، وده ما كانش موجود في الدراسات اللي قبل كده. فبينا بقى ليه النتائج بتاعتنا مرتبطه بالسن ده ممكن تختلف. The young age of infants with smaller ureteric diameter may be an important factor for this high rate when compared to other studies. يبقى علشان الاطفال في الدراسه بتاعتنا دي كانوا صغيرين جدا، اقل من 6 شهور، فبيبقى الحالب صغير جدا، عشان كده اليورينري ليكج الريت بتاعته زادت في العيانين اللي مركبناش ستنت، وده مختلف شويه عن الاطفال الاكبر سنا في الدراسات التانيه. وده كمان مهم قوي، عشان كده اللي احنا ليه امتى نختار نركب دعامه خارجيه، ده ممكن يبقى اهم في الاطفال دول، في النوع دول من الاطفال اللي هو سنهم اصغر من 6 شهور. This is an important point during deciding whether to divert urine and the type of diversion at this age group. الحالب الصغير في الاطفال دول الصغيرين في السن دول الاصغر من 6 شهور، any blood clot or mild edema may obstruct the anastomosis. مجرد يعني اي حاجه اديمه في الول، blood clot صغيره، ممكن تعمل obstruction ويحصل urinary leakage. فوائد ثانيه برضو، urinary leakage with subsequent additional interventions prolonged significantly the hospital stay in non-stent group. يبقى البقاء في المستشفى كان أطول في المجموعة اللي ما ركبناش فيها دعامة خارجية، وبالتالي الكوست أكتر. وكمان الضغط العصبي على الأب والأم، الطفل بتاعهم استمر في المستشفى لمدة أطول، الطفل الصغير ده اللي هو أقل من 6 شهور. يبقى كده اتكلمنا على الفوائد، حطينا explanation ليه الليكج كان اكتر في الدراسه الحاليه، وربطناه بميزه الدراسه دي ان هم الاطفال الاصغر من 6 شهور. وننتقل لنقطه ثانيه بقى اللي هي بالاخضر دي، اللي هو نبقى محايدين في الكلام بتاعنا، مش منحازين، مفيش اكزاجريشن للريزلتس، الكومنت بتاعنا يبقى اوبجيكتيف. On the other hand, the long term outcome and the success rate were comparable between groups. يبقى رغم كل الكلام ده لكن الفيلير والسكسس كان متقارب في المجموعتين. يبقى مشكله المجموعه اللي من غير دعامه كانت اكثر في الكومبليكيشنز واليورينري ليكج، مش في السكسس والفيلير. ولكن برضو نقدر نحط هنا اكسبلانيشن تاني ونبين فيه الادفانتجز بتاعه الدعامه، ان احنا الناس اللي جالهم يورينري ليكج اضطرينا ندخلهم العمليات تاني ونركب لهم دعامه تاني، دعامه دبل جي. فعشان كده النتائج بتاعتهم ممكن تكون اتحسنت، لكن لو من غير الدبل جي كان ممكن يحصل ستريكشر وفيلير ويحتاجوا عمليه تانيه ريدو بايلوبلاستيك. يبقى وي شود كونسيدر ذات اباوت 40% اوف انفانتس ان ستنتلس ارم required early stenting for leakage in the immediate post-operative period, which
immediate post operative period which may have a role in the long term outcome. يبقى حتى ليه ما فيش فرق في النتائج السكسس والفيلير، ممكن المجموعه اللي حصل فيها كومبليكيشن زي يوريناري ليكج اللي هي المجموعه اللي ما استخدمناش دعامه خارجيه، النتائج فيهم اتحسنت وبقت مقاربه لنتائج المجموعه الاولانيه اللي ركبنا فيها دعامه، لان في كل العينين دول 40% منهم اضطرينا ندخلهم المستشفى ونركب دعامه دبل جي، دعامه داخليه بقى، فعشان كده اتحسنت النتائج. يبقى دي طريقه اهي مثال عملي للدسكشن سيكشن. برضه مثال عملي على السترينث والليميتيشنز، ازاي نتكلم عليها، مصادر قوه البحث الحالي والليميتيشنز. The present study is limited by the presence of two surgeons. مشكلة إن كان في اتنين جراحين مش جراح واحد، فممكن النتائج تختلف حسب يعني كفاءة الجراح. لكن على طول نحط explanation بعدها ونحط تبرير يقلل من تأثير الليميتيشن ده. But they had comparable experience. الخبرة بتاعتهم متقاربة، فعشان كده غالبا ما أثروش على النتائج. وكمان performed 7 to 8 cases in each group using the same incision and technique. برضو تأثير اختلاف الجراحين ما كانش واضح قوي، علشان كل واحد عمل نفس العدد من العمليات في كل جروب، وكمان استخدموا نفس البروتوكول للعملية، فعشان كده غالبا الليميتيشن دي ما أثرتش على النتائج بتاعتنا. طيب ليميتيشن تاني، short follow up. روح حاطين برضو بعدها على طول explanation. However, the main difference between both groups was in the early post-operative complications and not related to the long-term outcome. يبقى رغم ان المتابعة كانت قصيرة مجرد شهور، لكن ده برضو ما كانش ليه تأثير قوي على النتائج والمقارنة ما بين المجموعتين، لان اغلب الاختلافات بين المجموعتين واغلب الاختلافات في الكومبليكيشنز حصلت في الفتره الاولانيه اللي هي كانت داخله في الفولو اب بتاعنا، عشان كده برضو الليميتيشن ده غالبا ما اثرش على النتائج بتاعتنا. بعد ما اتكلمنا عن الليميتيشنز نتكلم بقى على مصادر القوه بتاعتنا سترينث. زي ما شايفين هنا اول حاجه بروسبكتيف راندمايزيشن اللي هي راندمايز كنترول ترايل، اعلى حاجه في الايفيدنس. كمان الانكلوجن اوف اونلي انفانتس ايجد less than 6 months. زي ما قلنا ان الدراسة دي كان فيها اطفال اقل من 6 شهور، بعكس الدراسات التانية اللي كانت بتحتوي على اطفال في اعمار مختلفة لمدة لغاية حتى 10 سنين او اكبر من 10 سنين، عشان كده الدراسة دي او الدراسة الحالية دي كانت مميزة جدا. ايضا similar pre-operative data in both groups. لما عملنا randomization فكان كل الاطفال اللي داخلين تقريبا بنفس المواصفات. المواصفات بقى ايه؟ ديجري اوف ابستراكشن، الجلوميرال فلتريشن ريت، وظائف الكلى، البرينكمال ثيكنس اللي هو نسيج الكلى، كل الكلام ده كان متقارب ما بين المجموعتين، ما فيش فرق قوي. عشان كده هنضمن ان اي اختلافات بعد العمليه ناتجه عن التكنيك وليس عن اختلافات ما قبل العمليه. يوز اوف رينوجرام، يعني برضو دي كانت ميزه اللي هو استخدم في كل الاطفال، لان في دراسات كتيره ما كانش بيستخدم في كل الاطفال. ايضا بلايندنس، ودي حاجه من الكونسورت كرايتيريا كنا اتكلمنا عليها في الميثود قبل كده. ان هنا الاشعه، دكتور الاشعه وهو بيقيم الرينوجرام والنتائج سواء كمان الالتر ساوند، كان مش عارف ايه التكنيك اللي استخدم، فعشان كده ما كانش منحاز لتكنيك معين او طريقه جراحيه معينه، لانه كان زي الترم بقى والمصطلح اللي بنستخدمه هنا blinded to type of standing. هنا بقى نحط تاني explanation او advantages للدراسه الحاليه. All these factors make the present study an important guide which help in the choice of the most appropriate stenting technique in this young age group. يبقى هنا برضو application ازاي نستخدم النتائج الدراسة الحالية ونطبقها على الكلينيكال ابليكيشن يعني، وازاي نستخدمها فعلا وتفيدنا فعلا في الاستخدام الكلينيكي لينا واحنا في العيادة بقى واحنا بنعمل العملية كل الكلام. طيب نوضح الكلام اللي قلناه ده بطريقة ابسط شوية.
احنا اتكلمنا على الليميتيشنز واتكلمنا على السترينث واتكلمنا على كلينيكال ابلكيشن. الليميتيشن وكل ليميتيشن حطينا اكسبلانيشن عشان نقلل من تاثيره على الدراسه والنتائج بتاعتها. قلنا ان في تو سيرجنز ده ممكن ينشا عنه ديفرنس ان اكسبيرينس وديفرنس ان ريزلتس النتائج بتاعت العمليات، لكن قلنا اللي هو لا غالبا ما اثرش علشان كومبيربل اكسبيرينس وعلشان عملوا نفس العدد من العمليات في كل جروب وعلشان استخدموا نفس التكنيك بالظبط. طيب الليميتيشن الثاني شورت فولو اب، على طول حطينا الاكسبلينيشن بتاعه ان ده ما اثرش على النتائج لان اغلب الكومبليكيشن المضاعفات حصلت في الفتره الاولانيه اللي هي كانت داخله في الفولو اب بتاعه. طيب اتكلمنا على سترينث ان هو بقى الديزاين اوف ذا ستادي راندمايز كنترول ترايل، ان هو سن المرضى اللي دخلوا، بري اوبرتيف داتا كانت كومبيربل بتوين تو جروبس، استخدمنا رينوجرام في كل العيانين، بلايندنس ديورنج اسسمنت. وبعد كده اتكلمنا على كلينيكال ابلكيشن ازاي نستخدم النتائج دي في التطبيق بتاعنا في العمليات وفي العياده وفي كل الكلام ده، وفي ازاي نختار العمليه المناسبه لسن العيان. بعد ما نخلص الديسكشن سيكشن هنيجي بقى للكونكلوجنز. طبعا في بعض المجلات بيبقى سيكشن لوحده، لكن في بعض المجلات الثانيه بتخليه اخر باراجراف في الديسكشن. اهم حاجه في الكونكلوجن اللي هو يبقى ريليتد للايم اوف ذا ستادي، ما ينفعش تجيب كونكلوجنز ثانيه خالص ملهاش علاقه بالايم اوف ذا ستادي. دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم يبقى الكونكلوجن سبورتد باي ريزلتس اوف ذا كارنت ستادي، ما ينفعش تجيب نتائج مرتبطه بدراسات اخرى او دراسات سابقه. لازم النتائج اللي انت عملتها اللي انت عملت ليها اناليسز اللي انت توصلت ليها في الدراسه الحاليه هي دي اللي تعمل منها الكونكلوجنز. لازم برضو يبقى كونسايز تو ذا بوينت يعني، وتحط فيه اهم النتائج، مش كل النتائج، احنا عايزين بس اهم حاجه اللي قلنا ليها علاقه مباشره ب ايم اوف ذا ستادي. طبعا الكونكلوجنز هتبقى اكبر من جزء الكونكلوجن في الابستراكت، ولكن رغم ان هو اكبر لكن يظل برضو كونسايز وتو ذا بوينت. دي اهم الحاجات اللي في الكونكلوجن سيكشن. زي ما احنا شايفين هنا مثال عملي برضو من دراسة في نفس الدراسة اللي اتكلمنا عليها. بنتكلم هنا بنوري الكونكلوجن ازاي، بنقارن ما بين الايم اوف ذا ستادي والكونكلوجن في نفس الاستادي. الايم كان comparing the outcome of pyeloplasty in infants اقل من 6 شهور في العمر، سواء ركبنا ليهم دعامة خارجية او ما ركبناش، عشان نشوف هل ده هيأثر على الاوتكم ولا لا. ده الايم اوف ذا ستادي. طيب الكونكلوجنز بتاعتنا هنلاقي اللي هي ريليتد للايم وفي نفس الوقت سبورتد باي ريزلتس. هنقول هنا ان الستنت دي الدعامه الخارجيه قللت الهوسبيتال ستاي، قللت المضاعفات، واهم حاجه فيها اليورينري ليكج بعد عمليه البايلوبلاستي للاطفال دول اللي اقل من 6 شهور. يبقى فعلا التركيب دعامه خارجيه اثرت على الاوتكم. طيب الاصفر ده هنا ممكن ده يبقى الجزء اللي اتكتب فيه الابستراكت، لكن الكونكلوجن هنا النهائي بقى زودنا عليه الجزء ده، ولكن برضو يظل كونسايز ويظل برضو ريليتد تو ذا اي. It saves the infant the hazards of auxiliary interventions either for internal stent insertion to relieve complications or for internal stent removal if placed at the time of pyeloplasty. هنا بقى شرحنا يعني ليه قلل الهوسبيتال ستاي وازاي قلل المضاعفات، وزودنا بقى ان الكلام ده subsequently هيؤدي ان احنا هنقلل دخول عدد مرات دخول طفل تاني للعمليات عشان نركب دعامة تاني داخلية عشان مشكلة اليورينري ليكج. كده نبقى وصلنا لنهاية الكلام على الديسكشن ومعاه كمان الكونكلوجنز، وإن شاء الله نبقى نكمل في المرات القادمة إن شاء الله. ممكن يبقى المرة الجاية عن
الريفرنسز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.